هلو، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله في الفيديو ده هنحل مسألتين من شيت المصفت. اول مسألة عايزين نحلها هي مسألة على السورس فولور، اللي هي المسألة اللي قدامنا دي. طيب السورس فولور عبارة عن ايه اصلا؟ احنا بندخل الانبوت سيجنال على الجيت وبناخد الاوتبوت بتاعنا من عند السورس ده، كده السورس فولور. طيب اداني السيركت اللي قدامي دي، اداني الموز بالمنظر ده، قال لي ان هنا في ار لود، انا عايز اديزاين السورس فولور اللي يدرايف 50 اوم لود، يعني اللود بتاعي ده عباره عن 50 اوم. تمام. طيب عايز الفولتج جين اللي هو الجين من الانبوت هنا للاوتبوت هنا يكون بيساوي نص، والباور بادجت بتاعتي تكون 10 ملي وات. تمام. اداني النيو ان سي اوكس، واداني الفي ثريشولد، وقال لي ان اللاندا بزيرو، وقال لي ان السبلاي بتاعي 1.8. مبدئيا كده قبل ما نبتدي نخش في حسابات المسألة، عايزين نستنتج الإيكويشن بتاعة الجين بتاعة السورس فولور اللي هو المنظر اللي قدامنا ده، اللي هو الإنبوت عند الجيت والأوتبوت عند السورس. طيب ده كده السيركت اللي هو الدهاني. احنا هنرسم السمول سيجنال موديل، ومن السمول سيجنال موديل هنبتدي نستنتج الإكسبريشن بتاع الفي أوتبوت على الفي إنبوت. طيب بالنسبة للسمول سيجنال موديل هنلاقيه هنا ايه مرسوم عندنا أهو. أنا هنا عندي الجيت دي اللي موصل عليها الإنبوت. تمام. السورس اللي عندي متوصل ار لود للجراوند. تمام. والنقطه اللي هي بتاعه الدرين متوصله اوريدي بالفي دي دي، فالفي دي دي هنا هيبقى عندي ايه فيرتشوال جراوند، وهنا عندي اللي هو الديبندنت كارنت سورس اللي هو قيمته جي ام في 1، حيث ان الفي 1 دي اللي هي ايه الفولت اللي من هنا لهنا اللي هو اكنه الفي جي اس. خلاص. فالفي 1 دي اللي هي الفولت ما بين الجيت والسورس، وباخد الفولت ما بين الجيت والسورس بعمل له سنسنج واضربه في الجي ام يطلع لي هنا كارنت قيمتها جي ام في 1. تمام. طيب الار او دي هي بارلل ريزيستنس مع الكارنت سورس اللي انا هحطه، وهنشوف هي بتساوي كام دلوقتي لما يقول لي لندا بزيرو. انا دلوقتي هستنتج الاكسبريشن ان في ار او خلاص، وبعد كده هنشيل الار او عشان هو قال لي ان لندا بزيرو في المساله، فالار او دي اكنها ايه بانفينيتي. خلاص. طيب نستنتج بس الاول القانون بتاع الفي اوتبوت على الفي انبوت بالمنظر اللي قدامنا ده، بعد كده نعمل له سمبليفيكيشن لما يقول لي لندا بزيرو. طيب مبدئيا كده احنا عندنا الفي اوتبوت، الايكويشن بتاعت الفي اوتبوت هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن احنا دلوقتي عندنا الار او دي من النقطه دي لغايه الجراوند، وعندنا الار ال اللي هنا دي من نفس النقطه لغايه الجراوند، فانا عندي الار ال والار او دول بارلل مع بعض. طيب الار ال والار او دول بارلل مع بعض، وبضمب فيهم كارنت او بمشي فيهم كارنت قيمتها جي ام في 1، فهيبقى عندي الاوتبوت بتاعي اللي هي النقطه دي كده. خلاص. هي عباره عن ايه؟ يعني انت لو نزلت الريزيستور ده كده رسمته بطريقه ثانيه اللي هي من النقطه دي بارلل الار ال للجراوند كده، وانت بتنزل فيهم كارنت، فهيبقى قيمه الفي اوتبوت هي الجي ام في 1 اللي هي الكارنت اللي ماشيه في الار ال بارلل مع الار او ده كده قيمه الفي اوتبوت. طيب عايزين بعد كده نجيب ريليشن ما بين الفي ان والفي 1. خلاص. طب هو الفي ان بتاعي هو الفولت اللي هنا ده عباره عن ايه بقى؟ الفولت اللي هنا ده عباره عن الدروب من هنا لهنا اللي هي الفي 1 بلس من هنا لغايه الجراوند اللي هي اسمها ايه؟ في اوت. فالفي انبوت بتاعي هي الفي 1 من هنا لهنا بلس الفي اوت. تمام. باستخدام بقى ايه الكلام ده تقدر تطلع الفي اوت على الفي انبوت على طول. لو طلعت الفي اوت على الفي انبوت هيطلع لك الاكسبريشن بالمنظر ده اللي هو الجي ام ار او بارلل مع الار ال على 1 بلس جي ام مضروبه في ار او بارلل مع ار ال. خلاص. لو حبيت تعمل سمبليفيكيشن يعني تقسم فوق وتحت على الجي ام، فهيبقى هنا واحد على الجي ام تحت، وهنا ار او بارلل مع الار ال، وهنا هيبقى لك برضو ار او بارلل مع الار ال. يبقى انا كده كل اللي عملته ايه؟ كل اللي عملته ان انا باستخدام السمول سيجنال موديل اللي رسمناه وطلعنا الاكسبريشن بتاع الفي اوتبوت على الفي انبوت للايه؟ للدايره اللي قدامي دي اللي هي كانت الايه السورس فولور. طيب لما هو بقى يقول لي بعد كده ان اللندا بزيرو، لما يقول لك اللندا بزيرو يبقى انت الار او بتاعتك بانفينيتي، فانت هتروح تحط هنا ار او بانفينيتي في الاكسبريشن ده كده، فاي حاجه بارلل مع انفينيتي هيكنها ايه مش موجوده. خلاص. فهيطلع لك الاكسبريشن بتاع الجين هيتبقى فوق ار ال بس، وهنا ار ال بلس 1 على الجي ام. خلاص. فهتلاقي هنا ار ال اهي في ار ال بلس 1 على الجي ام، ده كده الاكسبريشن بتاع الجين. طيب هو قايل لك اصلا ان انت عايز تدرايف، قال لك ان انا عايز ادرايف لود 50 اوم، وعايز الجين بتاعي يكون بيساوي نص. فانت لو سويت الاكسبريشن بتاع الجين ده بنص وحطيت الار ال ب 50 اوم، من الانون الوحيد، الانون الوحيد بتاعتك هي ايه؟ الجي ام. فتقدر تطلع قيمه الجي ام اللي انت ايه عايزها، تطلع لك الجي ام 1 على 50. طيب
يعني انت كده معاك اول حاجه اللي هي الجي ام. بعد كده هتستخدم المعلومه اللي هو اديها لك في الباور، قال لك الباور انا عايزه 10 ملي وات واداك قيمه السبلاي. طيب هو الباور كونسومشن، الباور كونسومشن ده اللي هو التوتال باور بادجت بتاعتك 10 ملي وات. انت هنا عندك كام سكه بتسحب كارنت من السبلاي، او عندك كام سلكه بتسحب كارنت من السبلاي؟ السيركت اللي قدامك دي ليها سلكه واحده بس متوصله بالسبلاي اللي هي السلكه دي كده، تمام؟ فانت عندك مسار واحد بس بيسحب كارنت من السبلاي، تمام؟ فانت الكارنت اللي انت هتحسبها هي دي، هي كلها ماشيه في نفس الايه المسار الواحد ده، مش هتتوزع ايه على حاجات او مسارات مختلفه. طيب فانت عندك 10 ملي وات وقال لك السبلاي بتاعك 1.8، تقدر تحسب الكارنت اللي انت ممكن تسحبها من ال 1.8 بحيث تاخد باور 10 ملي وات، خلاص؟ فده اللي احنا هنعمله دلوقتي. يبقى الباور بتاعتي هي في اي، هي الفي دي دي في الاي، فالاي خلاص هتطلع 5.56 ملي امبير. الاي دي اللي هي ايه؟ الاي اللي هي ماشيه جوه السلكه اللي بتسحب الكارنت من السبلاي، اللي هي نفسها ماشيه ايه جوه الترانزستور بتاعي، خلاص؟ فدي الكارنت اللي ماشيه جوه الترانزستور ايه بتاعي. طيب من حساب الكارنت، خلاص انت دلوقتي معاك الكارنت وحساب اوريدي معاك الجي ام، تقدر تستخدم القانون اللي هو بتاع الجي ام ايكوال سكوير روت ال 2 ميو ان سي اوكس دبليو على ال. في الاي دي انت اوريدي معاك الاي، خلاص معاك الميو ان سي اوكس هو كان اديها لك قبل كده، ومعاك الجي ام انت لسه ايه كنت حاسبها هنا، تقدر تطلع السايز بتاع الترانزستور اللي هو الدبليو على ال. يبقى انت كده جبت له الديزاين بتاع السيركت اللي انت حددت له فيه الدبليو على ال بتاع الموسفيت، بحيث ان هو لما يحط السايز بتاع الموسفيت بالمنظر ده خلاص، ويعمل السيركت بالمنظر ده، يقدر يجيب الجين بتاعه بنص وهو بيعمل درايف للود 50 اوم وساحب الكارنت اللي هي 5.56 ملي امب عشان يسحب باور 10 ملي وات. انت كده حققت كل حاجه. طيب نشوف مساله كمان. المساله الثانيه هي بتتكلم على السي موس لوجيك سيركت. عايزين نعمل السيركت اللي بتعمل لنا اللوجيك فانكشن ايه اللي هو الدهاني قدامي دي. طيب معلومتين كده او كام معلومه عن السي موس لوجيك عامه. السي موس لوجيك بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجه اسمها بول داون نتورك وبول اب نتورك. البول داون نتورك مكونه من ان موس، والبول اب نتورك مكونه من بي موس، خلاص؟ وفي الرسومات بتاعت الديجيتال سيركتس احنا عاده ممكن بنرسم بدل الان موس والبي موس بالاسهم، الان موس بيترسم كده عادي، والبي موس زي ما انتم شايفين نفس الرسمه بس متزود عليها ايه بابل هنا كده، خلاص؟ او دوريها ايه هنا على الجيت. فده يعني ده مجرد سيمبول او حاجه يعني للرسم فقط، الموضوع مش هيفرق معانا، احنا كده كده فاهمين ان ده ان موس وكده كده فاهمين ان ده بي موس، خلاص؟ عشان لو شفتوها في كتب تبقوا عارفين ان ده معناه بي موس وده معناه ان موس لو انت جوه دايره لوجيك او سي موس لوجيك يعني. طيب احنا كده اتكلمنا ان عندنا هيبقى بول داون نتورك وبول اب نتورك. طيب تاني حاجه عايزين ناخد بالنا منها، ان دايما السي موس لوجيك سيركت بتنفذ فانكشنز، الفانكشنز اللي احنا عايزين نعملها دايما تكون تحت بار، يعني تكون ايه تكون انفرجن بتاعت حاجه كده. يعني انتوا لو واخدين بالكم هنا قال لي ان الواي ايكوال حاجه تحت البار، فانت دايما تظبط اللوجيك بتاعك الاول او الاكسبريشن او الفانكشن اللي انت عايز تعملها تكون الاول متظبطه تحت البار، وبعدين هناخد اللي تحت البار ده ايه نرسمه، خلاص؟ هو هنا ايه كان مديني اوريدي المساله جاهزه ان اللوجيك اللي انا هرسمه هو حاجه جاهزه تحت البار. فانت دايما لو هتستخدم السي موس لوجيك سيركت تجهز اول حاجه الفانكشن اللي انت عايز ترسمها او تعملها في السيركت، يعني ان هي تبقى تحت بار، وبعد كده هناخد اللي تحت البار ده وهنرسمه دلوقتي زي ما هنشوف. طيب كمان معلومه قبل ما نبتدي نحل، احنا عندنا البلس خلاص دي اللي هي معناها اور، والمالتيبيكيشن او حاجه مثلا بي دوت سي دي كده ايه مالتيبلايد ايه في بعض، خلاص؟ هيبقى اي حاجه بلس تبقى اور، اي حاجه مالتيبيكيشن تبقى ايه اند، خلاص؟ يبقى الاور البلس والاند هيبقى مالتيبيكيشن. طيب تعالوا بقى نشوف اصلا المساله دي كده، هو قال لي ايه؟ قال لي انا عايز اعمل السي موس لوجيك سيركت خلاص اللي تنفذ الفانكشن اللي قدامي دي. طيب احنا اتفقنا سي موس يبقى عندي بول داون وبول اب، الفانكشن اللي قدامي لازم الاول تبقى جاهزه تحت بار، فهو ايه اوريدي جاهزه ايه تحت بار، انا بقى هاخد اللي تحت البار ده وهبتدي ارسمه. طيب احنا هنرسم في الاول البول داون نتورك، وبعد ما نرسم البول داون نتورك هنرسم او هنستنتج منه البول اب نتورك. طيب لو جينا هنا بقى ايه شفنا كده البول داون نتورك، خلاص هيبقى عندي ال A بلس B مضروبه في C بلس D. طيب اتفقنا ان احنا عندي البلس دي معناها اور، والمالتيبيكيشن معناه اند. واحنا بقى بنرسم البول داون نتورك، يعني الكلام بقى اللي احنا هنعمله ده واحنا بنرسم البول داون نتورك، احنا دلوقتي نبتدي نرسم البول داون نتورك. اي بلس خلاص اللي هو الاور يعني يترجم لبارلل، واي مالتيبيكيشن اللي هي اند تترجم لسيرس،
خلاص يبقى وانت بترسم دلوقتي البول داون نتورك بتاعتك البلس اللي هو الاور هترجمه لحاجتين بارلل والمالتيبليكيشن اللي هو الاند هترجمه لحاجتين سيريس مع بعض. طيب في الاول انا هنا عندي الاي فدي كده الاي اهي خلاص تبقى بارلل مع كل الحاجات دي يبقى الاي هتلاقيني في سكه كده لوحدها اللي هو الصندوق الاحمر ده بارلل مع كل الحاجات دي. طيب ايه بقى الحاجات الثانيه؟ هي بي مضروبه في سي بلس دي. طيب فانا اخدها من الصغير للكبير الاول كده انا عندي سي بلس دي بقى انا عندي حاجتين بارلل لبعض فهتلاقي اللي هو الصندوق الازرق ده كده سي بلس دي الحاجتين بارلل لبعض اللي هي الاور خلاص والحاجتين دول مضروبين في البي نفسها خلاص فالحاجتين دول هيبقوا سيرس مع البي نفسها. يبقى انت كده عملت الاول الاي بارلل مع كل الكلام اللي جنب البلس اللي هو ده كده والكلام اللي جوه اللي هو جنب البلس الناحيه اليمين ده عباره عن ايه؟ عباره عن سي بلس دي مضروبه في البي. فانت الاول عملت سي بلس دي بارلل اهو مضروبه في البي سيرس مع البي كده. دي نقطه الايه الاوتبوت بتاعتي خلاص. احنا الاوتبوت بتاع السي موس لوجيك بيبقى النقطه اللي هي ما بين البول داون نتورك والبول اب نتورك يعني دي البول داون نتورك واللي فوق دي البول اب نتورك والنقطه اللي بتوصلها ما بينهم هي نقطه الايه الاوتبوت. طيب كده انا رسمت ايه؟ رسمت البول داون نتورك ايه بتاعتي. هبتدي من البول داون نتورك استنتج بقى ايه البول اب. اي حاجه كانت تحت بارلل هتبقى فوق سيرس واي حاجه كانت تحت سيرس هتبقى فوق بارلل. تعالوا نشوف كده مع بعض. انا هنا عندي الاول الـ A كانت بارلل مع كل الصندوق الاحمر ده فيبقى انا هيبقى فوق قلنا البارلل هنقلبه سيرس فيبقى الـ A سيرس مع كل الكلام ده يبقى اهي اللي انت لو خدت بالك يبقى ده الـ A بتاعتك اهي سيرس مع كل الحاجات اللي لسه هنرسمها كمان شويه. طب دي كده اول خطوه. طب تاني خطوه عندك الـ B دي كانت سيرس مع الحاجات اللي جايه دي فهتبقى الـ B سيرس هتبقى البي بقى فوق بارلل مع الحاجات اللي ناقصه خلاص. يبقى انت هنا كانت البي سيرس مع الحاجات اللي هي السي والسي والدي خلاص فهتبقى هنا البي هي بارلل مع الحاجات بتاعت السي والدي. طب هنا السي والدي كانوا مالهم؟ السي والدي كانوا هنا بارلل هيبقوا فوق ايه؟ سيرس خلاص. يبقى احنا عملنا ايه في الاول؟ ابتدينا بالبول داون نتورك وبعدين استنتجنا منها البول اب نتورك. الحاجات البارلل تحت قلبناها فوق سيرس والحاجات السيرس تحت قلبناها فوق ايه؟ بارلل. يعني هنا كانت الاي دي بارلل مع كل الحاجات اللي ناقصه تحت فتبقى الاي هنا سيرس مع كل الحاجات اللي ناقصه فوق. طيب البي كانت سيرس مع الجزء ده فهتبقى هنا البي هتبقى بارلل مع الجزء ايه ده. السي والدي كانوا بارلل تحت هيبقوا السي والدي سيرس ايه فوق خلاص. يبقى كده ملخص للسي موس لوجيك. قلنا السي موس لوجيك بيتكون من البول داون نتورك مكونه من ان موس البول اب نتورك مكونه من بي موس السيمبل بتاع الان موس هو اللي من غير بابل والسيمبل بتاع البي موس هو اللي بيبقى جواه البابل كده على الجيت. قلنا دي طريقه ايه رمزيه او رسمه جديده للموسفيت في الديجيتال سيركتس عامه او سي موس لوجيك سيركتس. بعد كده اتكلمنا ان لما اجي اجهز اللوجيك اللي انا عايز ارسمه او الفانكشن اللي انا عايز ارسمها دايما اجهزها تحت البار وبعد كده باخد الحاجه اللي تحت البار وهي اللي برسمها على طول في البول داون نتورك. وبعد ما ارسم البول داون نتورك واستنتج منها البول اب نتورك وقلنا هنا ان البلس عامه معناها اور والمالتيبليكيشن معناه اند تمام. بعد كده كنا دخلنا في الرسمه بتاعت البول داون قلنا يبقى البلس بتاعتي اللي هي كانت معناها اور هتبقى كانها بارلل وانت بترسم البول داون نتورك واي مالتيبليكيشن او اندنج بيبقى معناه سيريس وانت بترسم البول داون نتورك. ورسمنا مع بعض البول داون نتورك بعد كده استنتجنا منها البول اب نتورك عباره عن ان انا يبقى عندي كل حاجه كانت تحت بارلل اقلبها فوق سيرس وكل حاجه كانت تحت سيرس هقلبها فوق بارلل. يبقى انا كده ايه خلصت السيركت بتاعتي وقلنا ان الاوتبوت بتاعي هو النقطه اللي بتوصل ما بين البول داون نتورك والبول اب نتورك خلاص. كده احنا حلينا مساله على السيموس لوجيك سيركت. شكرا يا شباب.